نريد أيها الإخوة العودة الصادقة إلى الله شيبا وشبانا، رجالا ونساء، عمارة المساجد بالطاعة، تنظيف البيوت من المعاصي، تنظيف القلوب من الحقد ومن الحسد ومن البغضاء. لقد دب الحسد الآن بين الناس، جيوبهم مملوءة وبطونهم مملوءة وثلاجاتهم مملوءة ومخاويلهم مملوءة وقلوبهم مملوءة حقد وحسد. إيش هذا يا إخواني؟ الحسد داء يقتل الإنسان، قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. نظفوا القلوب ولا تحقدون على بعض. إذا رأيتم إنسان الله أنعم عليه فقولوا الله يزيده من فضله، هو أخذ حقك؟ ربي أعطاه، ربي جعل الخط يجي على بلاده ولا على زرعه، ربي جعلها أولاده توظفوا، ربي جعله برزق من الله عز وجل، قل الله يزيده. لكن إيش ما يجي هو؟ والله أني أعرفه إن ما كان عنده عشاء ليه، إنه كان يقوم الكلب ويرقد مكانه وقد معه ذا الحينة. طيب أخذ منك حقك شيء ولا حسد؟ تعترض على قسمة الله؟ من الذي يرزق؟ إنه الله. من الذي يوزع الأرزاق بين الناس؟ الله. يقول الله نحن قسمنا. نحن من هنا؟ الله واحد، لكن يقول نحن للتعظيم، مثل ولله المثل الأعلى. الملك الآن في المرسوم الملكي إيش يقول؟ يقول أنا عبد الله بن عبد العزيز. يقول نحن رغم أنه واحد لكن للتعظيم. نحن أي الله مرسوم إلهي، قسمنا، قسمنا فعل ماضي يعني منتهي المسألة. والله لو تطرد طرد الوحوش ما تلقى إلا المكتوب لك. يقول والله والله أيمانا مكررة ثلاثة من يمين بعد ثانيها، لو أن في صخرة صم ململمة في البحر راسية ملس نواحيها، رزقا لعبد براه الله لم فلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها. فغنى النفوس هو العفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. شوفهم الآن أغنياء، ولكن تسأله يقول والله الأمور صعبة والعمولة والله نقصة والسيولة ما عندنا، وتشوفه كأنه فقير. اي نعم. بينما المؤمن غناه في قلبه، ذاك فقره بين عينه وذاك غناه في قلبه. اقنع بما رزقك الله ولا تحسد مسلم على رزقك.